عبد الرحمن يوسف منصور. ايوه ايه يقول عبد الرحمن يوسف منصور؟ ما قالش عبد الرحمن حليم؟ يا ماما هو يا ماما يلا بس انت تستهبلي يا بنت. لا في ايه يا ماما؟ بقول لك هو هبقى فاهمك بعدين. يلا بقى مين بعدين يعني ايه؟ تعالي بس. شكرا. فريدة أحمد. قولي لي يا بنتي. نعم. إيه موضوع يوسف ده؟ صحيح يا ماما، هو أنت ما كنتيش تعرفي إن حليم اسمه الحقيقي يبقى يوسف؟ لا يا بنتي ما أعرفش. إزاي يعني يا ماما؟ إزاي يبقى شغال معاكي كل ده ما تعرفيش إن اسمه الحقيقي يوسف؟ بصي يا ستي، هو اسمه الدلع حليمة أو اسمه الشهرة يعني زي ما بيقول، لكن اسمه الحقيقي يوسف منصور حسنين أبو سويلة. ماما. نعم. مالك يا ماما؟ لا ابدا ما تشوفش حاجة. طب هاتي عبد الرحمن. طيب استني عليه. هاتيه وتعالي نقعد شوية. تعالي. في ايه يا ماما؟ ايه اللي جرالك؟ خير؟ مش حاجة بخش معاك. طب ليه ما قلتليش موضوع اسمه ده من زمان؟ أنا فاكراكي عارفة، ده شغال معاكي من زمان قوي يا ماما. أيوة شغال معايا من زمان، بس ما كنتش عارفة اسمه يوسف. بعدين ده جالي صغير عنده 15 سنة، لا معاه بطاقة ولا معاه شهادة ميلاد، وغلبان وعاوز يشتغل ويصرف عليا. سألته اسمك ايه؟ قال اسم حليم، فأنا فكرت اسمه عبد الحليم وبيدلعوا بحليم، ده اللي أعرفه عنه، ما أعرفش موضوع يوسف ده. ما كنتش أعرف إنك ما تعرفيش ولا يا ماما، أنا كنت فاكراكي عارفة. حاجة غريبة فعلاً. طب يلا النبي ماما، يلا خلينا نمشي من هنا عشان نحل نجيب دار عبد الرحمن، يلا حبيبتي. دي مصيبة واتحطت فوق دماغنا. ماما. أيوه. يلا حبيبتي عشان نلحق نجيب الدار عبد الرحمن، يلا. يلا. ماما. ماما. نعم يا حبيبتي. مالك يا حبيبتي؟ ساعة ما خرجنا من عند الدكتور وانتي سرحانة كده. لا ابدا يا حبيبتي، انا بس من خضيتي على عبد الرحمن صار جالي صداع يا حبيبتي. اجيب لك اسبرين؟ ربنا يخليك ليا، ما تحرمش منك ابدا. يا قادر يا كريم انت واخواتك. ده معلم منصور. ايه اللي موقفك السعادة وعاوز ايه؟ الشوق غلبني، ما قدرتش اروح قبل ما اشوفك، وعايز نقول لك كلمتين مهمين. طب وماله؟ اهي وداني معاك اهي، هسمع الكلمتين المهمين. يلا اتكلم وقول. وبعدها لك يا كيداه. وبعدها لي في ايه بس يا معلم منصور؟ انا تعبت وياك على الاخر واستويت وطلبت الاكاله. بعد الشر عليك ان شاء الله الناس كلها وانت لا. طب وامتى بقى ناويه تريحين؟ اريحك بعد الشر عليك؟ اللي بريح كل ربنا سبحانه وتعالى. يعني عاوزنا ايه؟ اجيب جزاره اقول له اذبح لي المعلم منصور عشان يستريح. حلو. طب انا هجيب لك من الاخر، حكم انا راجل دغري وماليش في اللوعه. انا بقى ما بحبش غير الاخر وماليش في اللوعه برضه.
سكة العشق عندي ملهاش غير حل واحد بس. ايه هو؟ اسمع، سنة الله ورسوله. انا كمان ماليش غير في الحلال، واديك شايف الرجالة ورايا قد ايه. تعجبيني، بس انا ليا شرط واحد. والله انت تتكلم وتقول الشرط اللي عندك واني اشوف عجبني ولد عليا. قلت ماشي، ما لدش عليا نقول لك مش شكرين. انا عايزك تسيبك من كار الغوازي والموالد اللي انت فيه ده خالص، وننزل انا وانت على مصر نعيش هناك. اقل ما حدش يعرفك ولا يعرف اصلك وفصلك. قلت ايه؟ هو بعد قولك يتقال قول يا معلم منصور. بس انا كمان ليا شروط زي ما انت ليك شرط كده. واموري، ده انت لو طلبت عيوني ما يتاخروش عليك. انا بقى ما اتجوزتش على ضر. يعني ايه مش فاهم؟ يعني تطلق مراتك. ايوه بس انت هتبسبس خلاص يا حبيبي، لا تطلق لا تضطر. قلت ايه؟ ماشي، نطلق ام يوسف. حاجه تاني؟ اه، عاوزك كمان تبيع حتتين الطين اللي عندك دول. انت بتقولي ايه يا كيداهو؟ انت عايز انا ابيع الارض؟ خلاص ما تزرزتش قوي كده، ما عجبكش افتح حل. ماشي يا كيداهو، نبيع الارض، بس ليه يعني؟ ما انت عارف انك هتسيبني شغل، وعاوزك تفتح لي فرن قد الدنيا في مصر يكون بيبيع عيش، وابقى معلمه قد الدنيا هناك. مش معنى فرن يعني؟ ماني ما قلتلكش، ابويا الله يرحمه فشفش الطوبه اللي تحت راسه كان بيشتغل فران، فغوت الشغلانه دي، وكان يتفقع لي عين لو يبقى عندي فرن وابقى انا المعلمه بتاعته. الله، هو انت مش عايز مراتك تبقى صاحبه فرن يا معلم؟ ماشي، من العين دي زاد ومن العين دي ميه يا كيداهو. بحبك 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 بحبك، خمسه بحبك في وش العدو يا معلم منصور. عايزة يا يوسف؟ حاضر يا يوسف، خد اتمرجح واعمل اللي انت عايزه. خد روح. ده يوسف ابني اللي انا هطلق امه. ماما، لا مش معقول السرحان ده يبقى في الصداع يعني. لا ابدا يا حبيبتي، انا بس كان عندي شويه مشاكل في الشغل سرحانه فيه. لا انت غريبه جدا النهارده. وبعدين يا بودي بتقولك مشاكل في الشغل. شفتي؟ حتى بودي معترض، مش عاجبه الكلام. هنمشيها شغل يا حبيبي عشان خاطر نناه. مشيها شغل. معقول؟ معقول الماضي اللي افتكرته اتدفن ونسيته مع الزمن؟ كان عايش معايا ومش حاسه. يا ترى ده ناوي على ايه؟ طب وايه اللي مسكته لغايه دلوقتي؟ ولا يمكن عمال ينتقم مني بالبطيء وانا مش حاسه؟ مجاز البلاوي اللي بتحصل لي دي يبقى هو اللي وراه. يبقى اكيد ده الخاين اللي انا عمال ادور عليه من زمان. يبقى لازم يموت، لازم يموت عشان كلنا نعيش. الو، ايوه يا ابو سليم. لا انا كويسه الحمد لله، انا بس طالبه منك خدمه ولازم تنفذها لي. ايوه ادخل. سفونا يا معلم. اهلا يا حليم، وتعال اقعد. امرنا يا باشا. ما امرش عليك عدو، اللي ما يسمى اللي اسمه هاب يا اخويا. هاريني تليفونات وعاوزنا نعمل شغلانه، بيقول لك ان الصنف مريح قوي وكمان البوليس مريح. واحنا مش كنا قفلنا الباب ده وبطلنا نشتغل في الصنف يا معلمه؟ ده حتى العيال اللي بتنططوا هنا في الجيم انا بعتهم على المعلم هابو. انا قلت له المخفي الكلام ده، قلت له خلاص بطلت المشي البطال وبقيت ماشيه في الشرف واكل لقمتي بعرق جبين، لكن ما فيش فايده فيه. عايزه نعمل شغلانه وهنسد بقه ونبطل الزن بتاعه ده. وعاوزك تطلع على لبنان تقابل الراجل ابو سليم عشان تعين البضاعه بنفسك. ايه؟ انا سافر لبنان؟ طبعا، انا عندي اغلى منك. ده انت طول عمرك الراجل بتاعي ودراع اليمين، وانا ما عادش امن لحد، وهي مره هتروح لحالها. ايه رايك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ بس انا خايفه عليك قوي يا يوسف. هو اليوم ده كان هيجي هيجي، امال احنا عاملين كل المشوار ده ليه؟ مش عشان نخلص منها؟ سمان انا مش هستلم اي بضاعه في ايدي. لا، ابو سليم هو اللي هيدخل البضاعه دي مصر، ويوم ما استلم منه هكون مبلغ فيها.
وتاخد لها فيها قعده. بس خلي بالك من نفسك يا حبيبي، سلامتك عندي اهم من ان انتقم منها. ما تخافيش، ان شاء الله راجع لك سالم وغانم كمان، ونخلص بقى من الكابوس اللي كاتم على نفسنا ده بقاله سنين. لا بجد زعلانه منك، مش هين عليك يعني تاخد مراتك حبيبتك معاك السفريه دي؟ اخدك معايا فين؟ طب عبد الرحمن، وبعدين انا راح اشتغل مش راح اتفسح. سمنتي معاكي فيزا؟ ده انت عبال ما تعمليها اكون انا رحت ورجعت. ماشي يا سيدي ماشي، بس ممكن بقى تقولي هطمن عليك ازاي؟ اه صحيح، ده نسيت اعمل بتاع ده اللي بتقولوا عليه اسمه الرومينج. ايوه هو ده اللي بتقولوا عليه، بس مش مشكله هبكلمك من تليفون اللوكاندا. المهم يا اخويا اطمن عليك. وانا يعني مهاجر كلها يومين وراجع ان شاء الله. ايوه يا يوسف، وصلت المطار ولا لسه؟ ها يا حبيبتي. لا ما تقلقيش يا ستي، دول يومين ثلاثه وراجع على طول. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، ولما توصل ابقى طمني عليك. خدي بالك انت بس من روحك. لا اطمني، عمر الشقي باقي. ايه يا حبيبتي قاعده لوحدك كده ليه؟ وما نزلتيش ليه؟ رحتي شغل؟ اصل حالي مسافر وسابني يا اختي. عليه عشان كده قاعده زعلانه؟ انا زعلانه علشان قلبي موجود قوي من السفريه دي، اول مره احس الاحساس ده. عشان بس اول مره يسافر ويسيبك لوحدك. يمكن. قولي لي صحيح يوسف اخباره ايه؟ الحمد لله كويس، بس شقي قوي ومجنني. انت عارفه يا صافيا، حليم بيعشق حاجه اسمها يوسف، مش متخيله بيحبه ازاي. هو في حد ما بيحبش الاطفال؟ دول زي الملايكه. لا 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 عندك، بس يوسف عند حليم وليه وضع خاص. انت مش متخيله، ده انا كل ما بعدي من جنبه الاقيه شايله، يا اما شايله يا اما حاطه على حجره يا اما هريبوس. بس يمكن علشان اسمهم زي بعض. اسمهم زي بعض ازاي؟ الله، هو انت ما تعرفيش ان حليم اسمه الحقيقي يوسف؟ هو حليم اسمه يوسف؟ لا انا ما اعرفش، انا اعرف ان اسمه حليم زي ما بتنادوه. صحيح، هو انت برضه هتعرفي منين؟ ما هي ماما برضه ما كانتش تعرف، اتفاجئت بالموضوع ده. والله هي ماما تعرف ان اسمه يوسف؟ اسكتي، اصل انت ما تعرفيش اللي حصل لي انا وماما. في يوم كنت في الجيم لقيتهم بيكلموني هنا في البيت بيقولوا لي الحقي عبد الرحمن سخن مولع. رحت انا وماما جري على البيت واخدينه ومودينه للدكتور. وبعدين؟ وبعدين يا ستي رحت مسلماهم شهادة الميلاد بتاعته، فالممرض نادى على اسمه عبد الرحمن يوسف منصور ابو سويلم. جاي قايمه يا اختي عشان ادخل الدكتور، لقيت ماما بتقولي اقعدي يا بنت ده مش احنا. وبعدين؟ وبعدين يا ستي رحت مفهماها، قلت لها يا ماما يا حبيبتي ما هو حليم واسمه الحقيقي يوسف منصور ابو سويلم. يا نهار اسود ومنيل، دي مصيبه. ايه يا صافي؟ انت سرحتي في ايه يا حبيبتي؟ لا ابدا ما فيش حاجه، افتكرت بس حاجة مهمة لازم اعملها. انا هقوم وانتي يلا امي روحي شغل. باي باي. والله عندك حق، ده لو ماما نزلت لقيتني قاعدة قعدتي دي هتطين عيشتي. ماما شوف ورايا ايه. الطيارة طارت، أعمل إيه دلوقتي يا ربي؟ يا ترى ناوية له على إيه؟ أنا لازم أتصرف، أستر يا رب. منيحة والحمد لله، إزيك أنت يا أبو سليم؟ بقول لك إيه؟ الواد حليمه جاي لك النهاردة لبنان. عايزة الحادثة تبان طبيعية مش إن إحنا عاملينها يعني. ايوه بس ما تاخدوش على مشامه يعني على طول كده، فسحوا شويه يعني، عايزك تريحه وبعدين تخلصنا منه. انا عارفه يا اخويا انك قدها وقدود. ماشي، بس اول ما يتم العمليه تكلمني وتطمني. ماشي يا ابو سليم. طيب بالسلام. بالسلام. ازيك يا صافي؟
زي حبيب قلب عمته ده. جميلة يا ناس. الحمد لله. اتفضل. في ايه؟ مالك يا صافية؟ في حاجة مزعلكي؟ لا لا مفيش حاجة، اتفضلي. لا لا لا، أنا بعرفك على طول، شكل وشك بيتغير لما بتكوني متضايقة. ساتر روحي، أنا ما عارفة مصيبة ومش عارفة أعمل إيه. مصيبة إيه بس يا صافية كفلة الشر؟ هقول لك على كل حاجة. معقولة يا صافية؟ معقولة اللي بتقوليه ده؟ ده لو اتحكى في أفلام محدش يصدقه. شايلة كل ده في قلبك وساكتة. مخبية عليا ده كله يا صافية، اخصى عليكي. معلش يا ست روحية، مش وقت الكلام ده دلوقتي. المهم دلوقتي نلاقي صرفة نقول بيها ليوسف. أنا مش عارفة كيدهم دي ناوية له على إيه. الحقيقة يا ماما الحقيقة. في إيه يا حنان؟ سمعت حاجة مش قادرة أصدقها، من ساعة ما سمعت وأنا مش عارفة أتلم على نفسي. ما تتكلمي يا حنان، في إيه؟ طنط كيدهم، سمعتها بتكلم واحد في التليفون اسمه أبو سليم، وفهمت من كلامها كده إنها بتتفق معاه إنهم يقتلوا حليم وجوز ابتسام. يا وصلتي؟ أخويا؟ أخوكي؟ أخوكي إزاي؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي، بعدين. شفتي يا ست روحية؟ أنا لازم أشوف أي صرفة أنقذ بيها أخويا. أخويا هيضيع مني. ماما إحنا لازم نقول لابتسام. هنقول لابتسام إيه؟ أنت جننتي؟ نقول لها أمك عايزة تقتل جوزك، وأنت عارفة ابتسام مريضة مش هتتحمل. خلاص إحنا لازم نكلم حليمو في الموبايل يا ماما. أيوة بس صافية بتقول إن موبايله مقفول. مقفول؟ خلاص نكلمه في الأوتيل اللي هو موجود فيه. محدش عارف هو نازل في أنهي أوتيل، وقبل ما يسافر قال لي إنه مش هيكلم ابتسام من هناك. إلهمه يا رب، إلهمه يا رب، إلهمه يكلم أي حد فيكم لأي سبب يا رب. وانا بقى هفضل قاعده على اعصابي، احتمال يتكلم او ما يتكلمش. يبقى لازم نبلغ البوليس. انا ما اقدرش ابلغ البوليس عشان الموضوع اللي انا حكيت لك عليه. ما انا كمان مش قادره اصدق ان اخويا بيتاجر في الهباب ده. هباب؟ هباب ايه يا ماما؟ انا مش فاهمه حاجه. مش وقت الكلام ده دلوقتي. طمنيني يا صافية، قولي لي مين يا بنتي اللي ممكن يساعدك في الظروف دي؟ مفيش غير واحد بس ربنا يحنن قلبه يقف جنبي في المصيبة اللي أنا فيها دي. إيه ده في إيه؟ لا مفيش حاجة، ده واد من العيال اللي أنا بقعد معاه على القهوة كده رخم قوي، مش عارف عايز إيه ده. طب ما تجيبه ونرد عليه. لا ترد عليه إيه؟ هو ده مستاهلش، مستاهلش ده خالص. سيبك منه، سيبك منه. براحتك يا قلبي. هي يا صافية ما بيردش. يمكن طنط كيدهم جنبه ولا حاجة. هي لحقت تروح له؟ ما انا شايفاها يا ماما اول ما خلصت تليفونها المنيل ده ركبت عربيتها ومشت على طول. طيب استني شوية وكلمي تاني. هستنى ايه بس؟ انا اعصابي اتدمرت. ان شاء الله خير يا صافية، ما تقلقيش. وبعدين ما تفتكريش بعد الشر يعني انهم هيعملوا في حاجة على طول. انا سمعت طنط كيدهم هي بتكلم الراجل اللي اسمه ابو سليم ده، بتقوله انا عايزاكم في الاول تكرموه على الاخر. ما اعتقدش يعني انهم ناويين يخلصوا الموضوع على طول. اه انا مش مخوفني غير اكرموه على الاخر، دي عايشين مع قتلت قتلة يا ناس ومش داريانين. انا اعصابي تعبت والوقت بيعدي وحاساني متكتفه ومش عارفه اعمل حاجه. طب معلش معلش يا حبيبتي، اهدي شويه وجربي تكلميه تاني. عايزة ايه دي؟ تليك انت تتصلي؟ مش راضت. الو. ايوه صافية خير. ايوه فؤاد، ارجوك تعالي الفيلا دلوقتي بسرعة. لا مش هينفع في التليفون، دي مسألة حياة أو موت. طيب بسرعة الله يخليك. بقولك إيه، أوعى تقول حاجة لكيداه. الله يخليك بسرعة مفيش وقت. ها جاي؟ أيوة جاي. ربنا يستر بس نلحق نعمل حاجة. ما أنا قلتلك من الأول نبلغ البوليس. ما ينفعش يا حنان، ما ينفعش بصراحة. ما أنا مش فاهمة حاجة. مش لازم تفهمي دلوقتي. اسمعي يا صافية، انا من رايي انك انت تستنيه تحت في الجنينه. اه مفيش داعي انه يعرف ان احنا عرفنا، يمكن يخاف من كيداه. واول ما تطلعي طمنيني عملتي ايه. ايوه
صفيه، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ كيلان هتموت اخويا وانت الوحيد اللي ممكن تنقذه. اخوك مين يا صفيه؟ حليم. حليم؟ يبقى اخوكي؟ ما قلتليش ليه من الاول يا صفيه؟ بتخض عليا ليه؟ ايه مش واثقه فيا ولا ايه؟ انت فاهم الموضوع غلط. انا كنت معاهده يوسف اني ما اقولش اي حاجه لاي حد. فاكر لما كنت هتجوز عدوي الله يرحمه؟ ساعتها سالتني انت عملتي ليه كده؟ قلت لك ما اقدرش اقول لك. كنت فاكرني طمعانه في فلوسه. فاكر لما كنت انا وانت خلاص هنتجوز وساعتها جه حنفي الله يرحمه وتقدم لي؟ يوسف وقتها غصب عليا، قال لي لازم تتجوزيه عشان نرجع فلوسنا اللي كيداهم عماله تتمتع بيها واحنا عايشين مش لاقيين اللطا. انا اقعد اسال نفسي بتعمل كده ليه؟ عمري ما لقيت اجابه. معقوله كل ده بتضحك عليك؟ كل ده تمثيل؟ طب ليه؟ فؤاد انا كنت بتقطع من جوايا، كل مره كنت عايزه اجري عليك واقول لك الحقيقه كنت بمنع نفسي، ولما حسيت اني خلاص لازم اقول لك كنت ساعتها اتجوزت. اتجوزت مين؟ عدوتي. مش مهم الكلام ده دلوقتي، المهم ان احنا لازم نلحق نسافر لحليم. باسبورك جاهز؟ ايوه جاهز، بس لبنان دي كبيره قوي، هنلاقيه ازاي فيها؟ مش مهم نلاقي حليم، المهم نلاقي ابو سليم. ابو سليم ده هتلاقيه ازاي؟ انا هعرف اوصل له ما تقلقيش، المهم نلاقي تذكره. المهم نلاقي طياره رايحه لبنان النهارده. يا ست ان شاء الله هنلاقي. انا لما سافرت مع كيداهم كان في كذا طياره بتطلع لبنان في نفس اليوم، هي ساعه الا ربع ان شاء الله هنكون هناك. طب قول لي هتقول ايه لكيداهم؟ مش مهم هقول لها ايه، يلا بس انت جهزي نفسك وانا هطلع اجهز نفسي واجيب باسبوري ونطير قبل ما هي تيجي. يلا يلا. استاذ طموس. ها حليمو، اهلا وسهلا فيك. مساء الحال حبيبي. حبيبي بيروت كلها ضوي منورة باهلها يا استاذ. يا حبيب القلب يا اهلا وسهلا فيك. تفضل. اهلا تفضل حبيبي تفضل. اول مره بتزور فيها بيروت؟ انا اول مره اخرج برا مصر اصلا. شو رايك ببيروت؟ خبرني. يا عسل، دي حاجه قلقه جامد. انت بعد ما شفت شيء بكره لما نطلع على الجبل راح بتشوف اشياء بتاخد العقل. على كل حال راح وديك على الاوتيل هلا بترتاح لك ساعتين، وراح امره اخدك ابو سليم لطرنا بالجبل حضر لك شيء يعجبك. جميل خيط النوز. حبيب جميل حبيبي حبيبي. وبعدين يا فؤاد ده ما فيش ولا تذكره، هنعمل ايه؟ ان شاء الله خير، ما تقلقيش. اصبري بس. اصبر لغايه امتى؟ لغايه ما يخلصوا عليه. والله ما انا عارف، انا حاسس ان انا عايش في كابوس، عايش مع قتله قتله وانا ما اعرفش. على كده لو زعلتها في حاجه تخلص مني انا كمان. تعالي نروح نشوف في مكتب الطيران اللي هناك ده، يمكن نلاقي حاجه. يلا. انا ممكن احطكم في الويتنج ليست للطياره اللي طالعه بعد ساعه. يعني ايه؟ يعني قائمه الانتظار، وبعد نص ساعه هقول لكم هتقدروا تسافروا ولا لا. خلاص نستنى النص ساعه دي. لسه نص ساعه بحالها؟ يا صافية اهدي، مش كده مش كده، ان شاء الله خير ما تقلقيش. تعالي نروح نشرب حاجة لغاية ما تعدي النص ساعة دي. يلا بعد اذنك. قولي لي يا حنان، يا ترى صافية عاملة ايه دلوقتي؟ اكيد يا ماما لما توصل هتكلمنا، انا قلقانة قوي يا ماما من اللي جاي بعد كده. قصدك ايه يا حنان؟ قصدي يعني لو صافية ملحقتش اخوها ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ما هي مستحيل تسكت، ولو لحقته وحليم عارف هيعمل ايه في طنط كيداهم اللي عارف انها عايزه تقتله؟ ما هو اكيد برضو مستحيل يسكت. مش عارفه اقول لك ايه يا بنتي، الحكايه متلخبطه على الاخر. انا بقى بفكر ابلغ البوليس يا ماما. هتبلغي البوليس تقولي ايه بس؟ مش عارفه مش عارفه يا ماما، بس احنا بقى لازم اول ما صافيه ترجع على طول نسيب البيت ده. ما هو مستحيل اسيبك تعيشي مع الست اللي اسمها كيداهم دي. انا مش عارفه مش عارفة صافية ليه خايفة تبلغ البوليس. لأن كيداهم تبقى أم البنات، البنات إخوات يوسف ده. أكيد أكيد صافية مش عايزة تعمل مشاكل، لكن لو اضطرت أكيد هتبلغ، وياريت هتبلغ عشان تودي كيداهم في 60 داهية لخنقاني زي. إيه يا أختي ربنا يسترك، لقيتي حاجة؟ حظكم حلو، في مكانين فيديوم على الطيارة. الحمد لله يا رب، احمدك واشكر فضلك. مش قلتلك ان شاء الله ربنا هيفرجها؟ بكام التذكرة لو سمحتي؟ وقفل موبايله ليه؟ يا ترى رحت فين يا فؤاد؟
صباح فل عمنا. تحت امرك مستر يوسف. الله يكرمك، ليش اما كان انا اجيب منه بس كارت اشحن بيه الموبايل. في كتير مستر يوسف. حرك راح فين دلوقتي؟ طلع الجبل. هتلاقي هناك محلات كتير على الطريق مليانه كروت الموبايل تبعك. تشكر خيي. تحت امرك سيدي. قبل اي حاجه لازم اجر عربيه عشان نعرف نتحرك براحتنا. تستاجر عربيه؟ لا يا استاذ، ما احنا عندنا بلبنان السيارات كتير غاليه اجارها. انا معكم وبامركم شو بدكم. بس احنا يا استاذ عايزينك معانا طول النهار، ويمكن يعني تستنى معانا مده طويله. انا بامرك ستنا، ببقى معكم للصبح بس كل شيء بحسابه. كيدا رد عليك وانا اسمع شو بفهم. الو. ايوه لا معلش، اصل ابن عمي مات فجاه في البلد كده في الطريق، تسافر من بره مره. لا ما هو اصل الموبايل كان قاطع شحن، ما عرفتش اكلمه. عم انا فين؟ انا بلد قاعد في الترعه مصطاد. بكره ان شاء الله او بعده بكتير. بقول لك ايه، ما تيجي نروح الفندق اللي كنا نازلين فيه انا وحنا في يمكن تكون كيداهم بعدت يوسف عليه. والله فكره صافي. احنا فعلا المره اللي فاتت لما جينا هنا قالت انها راح الفندق ده وان هي ما بتستريحش غير فيه. انا قلبي حاسس انه هناك ان شاء الله هيبقى هناك متوفى كتير قوي. ما هو القصه معانا عشان لا قدر الله ما لقيناش يوسف نرجع طوالي على الجبل. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك. لو سمحت في حد نازل في الاوتيل هنا اسمه يوسف ابو سويلم. وي مس يوسف وصل النهارده. الحمد لله يا ربي. هو موجود دلوقتي؟ لا، مرت عليه سياره وطلع بيها الجبل. يا لهوي، يبقى خدوا الجبل عشان يقدروا. اعمل ايه بس مش كده يا صافيا؟ اهدي بس اهدي، هنتصرف. في حاجه حضرتك؟ لا متشكرين قوي. شكرا. تكرم سيدي. تعال تكرم سيدي. اطلع اسطع على الجبل بسرعه. انت فاكر مكاني فقط؟ ان شاء الله هفتكره بالويم. يا رب استر يا رب. يا اخي ابو سليم، المعلمه كيداها وشكرت لي في كرمك كتير. لا ولا شايف انها عندها حق. صحيح يعني. الله يخليك يا حليمه. هي كمان خبرتني عنك انه انت ايدها اليمين وانه بتتكل عليك بكتير شغلات. خبرتني كمان انه زوجها فؤاد ما فيها تتكل عليه بشيء. لا فؤاد ده على قد حاله، ده يغرق في شبر ميه. انا هيك حسيت كمان. وين الفرق بينه وبين الله يرحمه حنفي؟ الله يرحمه المعلم حنفي؟ لا، كان رجولة بصحيح. بيّن عليك مثله. مثله طب. ايه؟ احصله يعني ولا ايه؟ لا بعيد الشر عنك، عم بقول انه مبين عليك قبضاي مثله كمان. الله يخليك يا اخ ابو سليم. انا ما قلتليش انا عايز البضاعة ايه؟ انت ليش الان؟ على شو مستعجل؟ اصل انا كنت عايز اخلص كل الشغل بتاعي النهاردة. وبكرة بقى افضى كده اشتري شوية حاجات. واتصرمح شوي. لا هيدي بدك تصرمحها، بدك تخليه علينا نحن. عسل كده بقى اتفقنا. هيدا المكان لابو سليم. ايه هيدا زلمه التين قتله. طنوس. ايه يا ابو سليم؟ ايه مش جاي معانا ولا ايه؟ يعني ما توخزني خيي حليمه، بس عندي موعد مهم. هلا انت رح تروح مع طنوس بتشوف البضاعه بتفحصها وبتسافر ونحن بنوصلكم اياها على مصر. ماشي عسل. اشوف وشك بخير. الله معك. الله معك. يلا بينا. بقول لك ايه، مفيش اي مكان هنا اجيب منه خط التليفون خيي طنوس؟ لما نرجع باذن الله رح اجيب لك اللي بدك اياه. تمام. اتفضل. هو ده المكان. يوسف اطلع من العربيه دي يا اسطى بسرعه لو سمحت. بسرعه الله يخليك. ما تخافش يا ستنا، انا هتصرف. الو جارك؟
يلا على السلامة يا أخوي. الله يسلمك يا صفا يا أختي حبيبتي، ما تقلقيش عمر الشاي باقي. الحمد لله ربنا قدر ولطف. الحمد لله على سلامتك يا حليم. الله يسلمك. إيه ده؟ أنتوا جيتوا هنا إزاي؟ مش مهم، المهم إن ربنا نجاك. الحمد لله. أما أنت بقى فوقش بصراحة كده في الأول أنا ما كنتش بالعك، لكن ما أعرفش إنك رجولة أوي كده. متشكر يا فؤاد على كل اللي عملته عشاني. ما تقولش الكلام ده حليم. يا يوسف أنا كل شوية كده. إحنا إخوات يا أخي. الله يخليك. المهم قولوا لي، قول لي أنت بالذات هتعمل إيه مع كيداهم؟ زمانها قلبت الدنيا عليك. ولا تشغل بالك بكيداهم خالص، أنا عامل عليها فيلم جامد أوي، كل ما تتصل أرقصها. أهم حاجة أنت هتعمل إيه؟ اللي هعمل ده اللعب دلوقتي بقى على المكشوف سعادتك. لا يا يوسف، كفاية قوي لحد كده، وديك شفت اللي حصل وكانت عايزة تعمل فيك ايه. انت حياتك عندي اهم من اي حاجة، انت فاهم؟ وبعدين خلاص احنا خدنا منها اللي احنا عايزينه وكده، كفاية قوي، مش عايزين منها اي حاجة تانية. طب وابني ومراتي يا صافي؟ بقول لك ايه، خليك في نفسك دلوقتي، حياتك اهم من اي حاجة. قلت لك ما تقلقيش يا صافي، انا اللي حصل ده كان درس العمر، ولو ما اتعلمتش منه ابقى غبي صحيح. المهم قولوا لي هتعملوا انتوا ايه. لا ما تقلقش علينا، احنا في حاجه كان المفروض تتعمل من زمان قوي، بس معلش هو وقتها جه اهو.